عندك بطاطس جيبيها وتعالي نحضروا الا الوجبه تحضروها عائلتكم غتعجبهم بزاف وجبه اللي لذيذه بزاف شي معلكه وما تشبعوش منها غادي نحتاجوا فيها جوج حبات ديال البطاطس يكونوا بالحجم الكبير الوجبه اللي غادي نحصلوا عليها ان شاء الله تكفى لاربعه ديال الاشخاص اذا كنتوا اسره كبيره تقدروا تحضروا جوج من هاد القياس اللي غادي ندير معاكم جوج حبات ديال البطاطس حبه دوزتها في الحكه الرقيقة كنحاولوا هكا غير نحكم من الفوق لتحت من الفوق لتحت باش كتجينا البطاطس ديالنا شعيرات وحبه حكيتها في الجهه الغليظه من بعد غادي نشلل هاد البطاطس مزيان اولا هاد الشعيرات ديال البطاطس مزيان باش نتخلصوا من النشا اللي فيهم وفي مقلات غادي نوضع القليل من الزيت وغنوضع هاد الشعيرات ديال البطاطس هكا في في المقلاة اللي ما بغاتش تحك البطاطس هكذا في الحكاكة غادي تقطعوها مربعات صغيرين وتبعوا نفس المراحل وضعت البطاطس في الزيت غادي نرش عليها شوية الملحة باش كتجي البطاطس بنينة وغادي نشحرها على نار متوسطة اذا قطعتوا البطاطس مربعات يا اما غادي تقليوها في حمام الزيت يا اما تسلقوها او تفوروها اولا ديروا هكا واحد الكميه ديال ربع كاس ديال الزيت وتشحروا البطاطس حتى كيدخلها طيب غادي نشحر هاد البطاطس مزيان حتى هكا كتدبل آه هاد المرحله هادي كتعطي البطاطس ديالنا واحد اللذه زوينه وكتجي طايبه مزيان بعد ما كيطيبوا لنا الشعيرات ديال البطاطس كيتذهبوا واحد شويه كنطفيو النار نخليوها هكا في على جانب تبرد في نفس المقلاة غادي نوضعوا شويه ديال الزيت تقدروا تشحرو في الزبدة اولا في الزيت عندكم الاختيار وغادي نوضع حبة ديال البصل بالحجم الصغير او نص بصله غادي نشحروهم على نار مهيله وغادي نغطي على البصله ونخليها حتى كدبل من بعد ما كدبل بهذا الشكل ومره مره تحركوها غادي نضيف ليها واحد الكميه ديال اللحم المفروم كميه اللي قليله انا تقريبا درت واحد 150 غرام تقدروا ديروا الكفته ديال الدجاج تقدروا تعوضوا بالطون عندكم الاختيار انا درت غير البصله تقدروا تزيدوا الفلافل اي خضره كتفضلوا انا كنكتفي بالبصل والدجاج وغادي نزيد ملعقه من صلصه الطماطم واي صلصه طماطم متوفره ضيفوا معلقه كبيره اللي ما متوفراش عنده صلصه طماطم بوحده ديال المطيشه سلقوها في شويه ديال الماء طحنوها وصفيوها كتضيفوها هنايا ضيف شويه ديال الابزار شويه ديال الملحه وغادي نزيد معلقه ديال القزبر ومعدنوس والثوم التخليطه اللي سبقلي لي وتقسمتها معكم هذه بعدا قريب شهر وهي عندي ما كتخسر ما حتى حاجه كتبقى رائعه فعملت جوج معالق صغيورين درت شويه وبلي قليل وزدت وكنشحر هاد هاد المقيله ديال الكفته بصلة حتى كتوقف في الزيت ديالها من بعد نطفيو عليها نخليوها على جنب هنايا غادي نرجع للبطاطس غادي ندير شويه ديال الفرماج محكوك اي فرماج عندكم الاحمر او الموتزاريلا نزيد على البطاطس جوج حبات ديال البيض الحبه التالتة غادي نخليها في الاحتياط حتى نخلط ونشوف واش نزيدها ولا لا آه نزيدو شويه ديال الابزار غير القليل جدا هي باش تجي داك البطاطس من السما معلقه ديال القزبر ومعدنوس ورص معلقه ديال الفلفل الاحمر شويه ديال الكمون كم كيبقى اختياري كيجي زوين وغادي نخلط الكل بشكل جيد ما درتش الملح حيت البطاطس منين شحرناها درنا شويه ديال الملحه والربع عندي معاه شويه ديال الملح ها هو الخليط حصلت عليه فحشي شويه عاقد غادي نزيد البيضه اللي خليت الخليط خصو يكون شي شويه خفيف باش يتمشى لينا في, في المقلات نحتاج مقله ما كتلصقش انا غادي نخدم بهادي اللي القطر ديالها 24 سنتيم دهنتها بالزبده تقدروا تدهنوها بالزيت غادي نوضع جزء من الخليط ديال البطاطس الجزء اللي نعملو يكون قليل على الجزء اللي نخليه الجزء اللي نخليه يكون كتر كنوزعوا الخليط في المقلاه بهذا الشكل ونجيبوا الحشو ديال البصل واللحم المفروم غادي نوضعوه هكذا في الوسط نوزعوه كطبقه ثانيه ونوصلوه تقريبا للاطراف ما نضغطوش بزاف غير ندوزو هكا بشويه بشويه, بشوية, بشوية باش داك باش داك اللحم المفروم وداكشي ما ما يهربناش داك الطبقه ديال البطاطس من بعد كنزيدو الفرماج اذا كان هنايا ما بغيتوش ديرو هكا الفرماج احمر اولا الموتزاريلا غادي ديرو الشرائح ديال الجبن وندير واحد الرشيشه ديال الزعتر الزعتر كيعطي مذاق رائع اللي ما كيبغيهش او تقدرو تبدلوه باي اعشاب منسمه كتعجبكم ونزيدو الطبقه الاخيره ديال البطاطس وهنا لهذا قلت لكم خليو خليو الكميه اكثر ديال البطاطس لان هنا غنحتاجوا كميه اكثر باش تغطي لينا على داك اللحم المفروم كامل صافي كنا نوزع هكا طبقه رقيقه وكنمشي بالظهر ديال الملعقه او بالستاتيلا كنساويوها جيدا من الجوانب ومن على الوجه كنحاول ما نقطع لكمش في الفيديو باش تشوفوا معايا المراحل كلهم كان نحرك باليد ديال المقلاة باش داك البطاطس كتسيح وهكا كت يعني كتشد لنا القلب ديال المقلاة انا وضعها على نار مهيلة حتى كطيب لينا من الاسفل وضروري كنعاود ناكد تكون المقلة ما كتلصقش منين كيدخلها كي الطياب راه صافي كتبدا تحرك بوحديتها آه غادي نقلبها معكم بهاد الطريقه وضروري اي طرطيه عملتو قلبوها بهاد الطريقه شوفوا في واحد الصينيه اولا هكا خشبه ولا طبسيل متساوي وكنعاود نقلب المقلات بهاد الشكل ونعاود نقلب كتقلبوها كتبقى شاده راسها كتبقى يعني كيف ما عملتوها يعني ما كتهرس ما حتى شي حاجه ما كتلصق اما اذا قلبتو على الوجه طبسيل وقلبتو بدك الطريقه العاديه راه الوجه ما كيبقاش زوين بحال الفوق بحال التحت كنرجعها حتى كتحمر والذهب من على الوجه وكيكون هذا الشكل ديالها من بعد ما كطيب واحد الرائحه راه نقول لكم شي كتحمق هذه توجدوها حتى الدقائق الاخيره بنين من... تبغيو تقدموها ان شاء الله راه غتعجبكم بزاف 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 غتعجب ان شاء الله العائله ديالكم كتجي كتحمق شباعيه من ألد واروع ما يكون هادا الشكل ديالها من الداخل كتجي معلكه بطبيعه الحال كل ما درتو الفرماج في الحشو غادي يجيكم معلك كتر اللي بغات دير هاد الوجبه في الفران ديرها اللي بغات ديرها هكا في مقله ديرها انا كنحاول ندير معكم في المقلاه باش بسرعه و... و... واغلب الاخوات هكا في المقلاه ما اللي بغات ديرها في الفران حتى في الفران كتجي زوينه هذا الاقتراح ديال نهار اليوم اقتراح اللي بسيط وصدقوني كيجي كي من ألد واروع ما يكون البنه والتهليكه سلام متاكده ان شاء الله ما غاديش تشبعوا منها